ابن جبير في مصر والحجاز، تأليف كامل كيلاني، والصادر عن دار المعارف بمصر، الطبعة السابعة. عنوان مقدمة. حاشية: نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولى كما أثبتناها في الطبعات السابقة. انتهت الحاشية. أيها الصبي العزيز، حدثتك في مقدمة القصة الأولى من هذه المجموعة بما استولى على نفسي من التردد والحيرة حين هممت بتقديم قصة ابن يقظان التي يسرتها لك وأدنيتها إلى فهمك، فأقبلت عليها مبتهجا راضيا. ولعلك تذكر ما أفضيت به إليك في مقدمتها من أنني وقفت حينئذ طويلا فلم أدري بأي المجموعتين ألحقها، أبالقصص العلمية أم بالقصص العربية؟ ثم انتهيت إلى إلحاقها بالقصص العربية لأنها كما قلت لك عريقة بتفكيرها وخيالها في العروبة. فلما هممت بإظهار هذه الرحلة لك عرض لي مثل هذه الأسئلة. إن هذه الرحلة الشائقة هي في مجموعها من أبرع الكتب الجغرافية وأحسنها طريقة وأهداها أسلوبا في ترغيب الناشئة وتعريفهم تقويم البلدان، فهل ألحقها بما أظهرته لك من القصص الجغرافية؟ وفيها كثير من الشبه بالقصص العالمية التي اخترتها لك، فهل ألحقها بمجموعة أشهر القصص؟ ولقد كانت حافزا لابن بطوطة على إظهار رحلته الشائقة التي وعدتك بتلخيصها منذ أعوام، فلما أعددتها لك لم أر بدا من إرجائها حتى تقرأ هذه الرحلة المعجبة التي ألهمت ابن بطوطة بدائع من معانيه الرائعة، وهي قد مثلت عصر صلاح الدين الأيوبي وصورت نواحي تاريخية منه لا ينبغي أن يجهلها طالب في المدارس الثانوية في مثل سنك وثقافتك، فهل أفتتح بها المجموعة التاريخية التي أعددتها لك؟ على أنني قد انتهيت إلى إلحاقها بالقصص العربية لأنها كسابقتها آية من روائع الفن العربي والتفكير العربي، وقد جمعت هذه الرحلة في بعض فصولها المبدعة إلى ما حدثتك به من المزايا أفانين من صدق التعبير وبراعة التصوير واستفاضة الوصف وأصالة التفكير، وطوعت من المعاني المستعصية وجلتها في أحسن معرض وأشرف صياغة، وافتن فيها مبدعها ما وسعه طبعه الموهوب وخياله الخصب. وأكبر ظني أن هذه الرحلة ستكسبك إن شاء الله قدرة على البيان وتمكنا من فن الإنشاء، وستزداد ثقافتك الفكرية والجغرافية والدينية والتاريخية واللغوية كلما أنعمت النظر وأطلت الروية في تفهمها واستيعاب طرفها المستملحة قراءة وتفكيرا. وقد كتب هذه الرحلة المعجبة أبو الحسين محمد بن جبير الأندلسي، وهو من غرناطة إحدى حواضر الأندلس التي ازدانت بكثير من بدائع الآثار، ولا سيما قصر الحمراء الذي ترى مشهدا منه في هذه الصورة. وقد ابتدأ ابن جبير رحلته هذه من غرناطة، وكان أول تقييده لها كما قال: يوم الجمعة الموفي 30 لشهر شوال سنة 78 و500 على متن البحر. حاشية: 25 فبراير سنة 1183 للميلاد. انتهت الحاشية. وقد كان إقبالك على القصة العربية السابقة حي ابن يقظان حافزا لي ومشجعا على إظهار هذه الرحلة بعد أن أوجزتها وفصلتها وعنيت بتبويبها وتيسير أسلوبها لك، حتى لا تتعثر في أثناء مطالعتها بما ينبو عنه ذوقك الغض من المعاني والعبارات المغلقة التي لا يكاد يستسيغها في هذا العصر الحديث
من كان في مثل سنك، وقد حذفت الفضول منها وغيرت بعض ألفاظها وعباراتها حتى لا يتطرق السأم إلى نفسك، ولكنني توخيت الاقتصاد في ذلك ما وسعني الجهد، فلم أحل بينك وبين أسلوب المؤلف إلا قليلا. أما بعد، فقد انتقلت بك أيها الصبي العزيز في هذا الكتاب وسابقه إلى مرحلة جديدة، راجيا أن تألف أسلوب غيري من الكتاب والمؤلفين كما ألفت أسلوبي من قبل في الأعوام الماضية. وفقني الله إلى نفعك وتعليمك، ويسر الله لك سبيل الانتفاع والتعلم، ونفع الله بك وطنك ولغتك، إنه أكرم مسؤول. كامل كيلاني، 1 يناير سنة 1940 للميلاد. الفصل الأول، من غرناطة إلى الإسكندرية. أولا، بدء السفر. كان السفر والانفصال من غرناطة حرسه الله للنية الحجازية، قرنها الله بالتيسير والتسهيل والصنع الجميل. أول ساعة من يوم الخميس 8 شهر شوال سنة 78 و500، وبموافقة اليوم 3 شهر فبراير الأعجمي. ثانيا إلى 6، وكانت مرحلتنا إلى مدينة استجة، ثم منها إلى غيرها، حتى يسر الله علينا في عبور البحر إلى قصر مصمودة تيسيرا عجيبا، ونهضنا منه إلى 6 غدوة يوم الأربعاء 28 من الشهر المؤرخ. ثالثا، في مركب رومي، وألفينا بها مركبا روميا لبعض الأهلين من سكان جنوة، وكان مقلعا إلى الإسكندرية، فسهل الله علينا الركوب فيه، وأقلعنا ظهر يوم الخميس، وكان طريقنا في البحر محاذيا لبر الأندلس. وفي صبيحة يوم الجمعة 7 لذي القعدة قابلنا بر جزيرة يابسة، ثم قابلنا يوم السبت بعده بر جزيرة ميورقة، ثم يوم الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة، ومن سبتة إليها نحو 8 مجار والمجرى 100 ميل. رابعا، جزيرة سردانيا، وفارقنا بر هذه الجزيرة، وظهر لنا بر جزيرة سردانيا أول ليلة الثلاثاء 11 من الشهر دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل. وبين الجزيرتين سردانيا ومنورقة نحو 400 ميل، فكان قطعا مستغربا في السرعة. وطرأ علينا من مقابلة الجزيرة في الليل هول عظيم عصم الله منه بريح أرسلها في ذلك الحين من تلقاء البر، فأخرجتنا الريح عن البر، والحمد لله على ذلك. خامسا، ضلال المركب. وكنا في حال الوحشة وانغلاق الجهات بالمطر، فلا نميز شرقا من غرب، فأطلع الله علينا مركبا للروم قصدنا إلى أن حاذانا، فسئل عن مقصده فأخبر أنه يريد جزيرة صقلية، وأنه من قرطاجنة عمل مرسية، وقد كنا استقبلنا طريقه التي جاء منها من غير علم، فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره والله الميسر. فخرج علينا طرف من بر سردانيا المذكور، فأخذنا في الرجوع عودا على بدء. سادسا، عاصفة البحر. وفي ليلة 14 لذي القعدة عصفت علينا من أولها ريح هاجلها البحر وهال، وجاء معها مطر أرسلته علينا الرياح بقوة، فكأنما أمطرتنا السماء سهاما، فعظم الخطب واشتد الكرب، وجاءنا الموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة، فبقينا على تلك الحال الليل كله، واليأس قد بلغ منا مبلغه، وارتجينا مع الصباح فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بنا. فجاء النهار بما هو أشد هولا وأعظم كربا، وزاد البحر احتياجا، وتغيمت السماء واسودت الآفاق، واشتدت الريح والمطر عصوفا، حتى لم يثبت معها شراع، فلجأنا إلى استعمال الشروع الصغار، فأخذت الريح شراعا منها ومزقته وكسرت الخشبة التي ترتبط الشروع فيها، وهي المعروفة عندهم بالقرية. فحينئذ
تمكن اليأس من النفوس وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله عز وجل، وأقمنا على تلك الحال النهار كله. فلما جن الليل فطرت الريح بعض فطور، وسرنا في هذه الحال كلها سيرا سريعا. سابعا، زوال المحنة. وفي ذلك اليوم حاذينا جزيرة صخلية، وبتنا تلك الليلة التالية مترددين بين الرجاء واليأس. فلما أصفر الصبح نشر الله رحمته، وانجلى الغيم، وأقشعت السحاب، وطاب الهواء، وأضاءت الشمس، وأخذ البحر في السكون، فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس، والحمد لله الذي أرانا عظيم قدرته، ثم تلافى بجميل رحمته ولطيف رأفته، حمدا يكون كفاء منته ونعمته. وفي هذا الصباح ظهر لنا بر صخلية، وقد اجتزنا منه أكثره، ولم يبق منه إلا الأقل. ثامنا، جبل البركان. فلما كان عصر يوم الجمعة أقلعنا من الموضع الذي كنا أرسينا فيه، وفارقنا البر أول تلك الليلة، وأصبحنا وبيننا وبينه مسافة بعيدة. وظهر لنا إذ ذاك الجبل الذي كان فيه البركان، وهو جبل عظيم مصاعد في جو السماء قد كساه الثلج، وعلمنا أنه يظهر في البحر مع الصحو على أزيد من 100 ميل. وأخذنا نخوض الأمواج واللجج خوضا، وأقرب ما نؤمله من البر إلينا جزيرة إقريطش، وهي من جزائر الروم التابعة لصاحب القسطنطينية. تاسعا، ظهور المنار. وفي صبيحة يوم الأربعاء 26 منه ظهر لنا البر الكبير المتصل بالإسكندرية المعروف ببر الغرب، وحاذينا منه موضعا بينه وبين الإسكندرية نحو 400 ميل على ما ذكر لنا، فأخذنا في السير والبر المذكور منا يمينا. وفي صبيحة السبت 29 من الشهر أطلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندرية على نحو 20 ميلا، والحمد لله على ذلك. عاشرا، ميناء الإسكندرية. وفي آخر الساعة 5 من ذلك اليوم كان إرساؤنا بمرسى البلد ونزولنا منه إثر ذلك، فكانت إقامتنا على متن البحر 30 يوما، ونزولنا في 31. وكان نزولنا بفندق يعرف بفندق الصفار بمقربة من الصبانة. الفصل الثاني، من الإسكندرية إلى القاهرة. أولا، أمناء السلطان. وكان أول شهر ذي الحجة هو اليوم الثاني الذي حللنا فيه بالإسكندرية، وأول ما شاهدنا يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان لتقييل جميع ما جلب فيه، فاستحضر من كان فيه من المسلمين جميعا واحدا واحدا، وكتبت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم. ثانيا، تعسف الأمناء. وسئل كل واحد منا عما لديه من سلع ليؤدي زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما تجب عليه الزكاة من ذلك وما لم تجب. وكان أكثرهم مسافرين لأداء الفريضة، لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم، فلزموا أداء زكاة ذلك كله. ثالثا، الأحدوثة السيئة. وهذه لا محالة من الأمور التي أخفوا حقيقتها ولبسوا أمرها على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين، ولو علم بذلك على ما يؤثر عنه من العدل ويظهر الرفق لأزال ذلك، وكفى الله المؤمنين تلك الخطة الشاقة، واستأدوا زكاتهم فأداها الناس على أجمل الوجوه. وما لقينا ببلاد هذا الرجل مما تقبح ذكراه سوى هذه الأحدوثة التي هي من نتائج عمال الدواوين. رابعا، عجائب الإسكندرية. ومما أعجبنا به حسن وضع البلد واتساع أزقته ومبانيه، حتى إننا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه، ولا أعلى مبنى، ولا أحسن منظرا، ولا أحفل منه أسواقا. ومن العجب في وضعه
أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها، وأعتق وأمتن، كما أن الماء من النيل يخترق جميع دياره وأزقتها تحت الأرض، فتتصل الآبار بعضها ببعض ويمد بعضها بعضا. وعاينا فيها أيضا من سوار الرخام وألواحه كثرة وعلوا واتساعا وحسنا ما لا يتخيل بالوهم. خامسا، منار الإسكندرية. ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار، وهو آية للمتوكلين وهداية للمسافرين، لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية، ويظهر على أزيد من 70 ميلا، ورمنه في غاية العتاقة والوثاقة طولا وعرضا، يزاحم الجو سموا وارتفاعا، ويقصر عنه الوصف، وينحسر دونه الطرف. ضرعنا أحد جوانبه الأربع، فألفينا فيه 50 باعا ونيفا، ويذكر أن في طوله أكثر من 150 قامة. وأما داخله فمرأ هائل اتساعه، معارج ومداخل وكثرة مساكن. سادسا، العناية بالغرباء. ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه، المدارس التي أنشأها السلطان لأهل الطلب والتعبد الذين يفدون من الأقطار النائية، فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه، ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه، وأجرا يكفيه في جميع أحواله، ومحارس لحراسته وتأمينه. واتسع ابتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فيها ما تحتاج إلى ذلك، ونصب لهم مستشفى لعلاج من مرض منهم، ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم، وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء. وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يأنفون من دخول ذلك المارستان المستشفى من الغرباء خاصة، وينهون إلى الأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم وهم في بيوتهم. ومن أشرف هذه المقاصد أيضا أن السلطان عين لأبناء السبيل من المغاربة 2 خبزة لكل إنسان في كل يوم بالغا ما بلغوا، ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنسانا أمينا من قبله، ولهذا كله أوقاف من قبله، حاشا ما عينه له من زكاة العين. وأكد على المتولين لذلك متى نقصهم من الأموال والوظائف المرسومة شيء أن يرجعوا إلى صلب ماله. سابعا، دسائس المتقربين. وهذا السلطان الذي سن هذه السنن المحمودة ورسم هذه الرسوم الكريمة هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب، وصل الله صلاحه وتوفيقه. ومن أعجب ما اتفق للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح إلى السلطان ذكر أن أكثر هؤلاء يأخذون جراية الخبز ولا حاجة لهم بها، لأنهم لا يصلون إلا بزاد يكفيهم. فكاد يؤثر سعي هذا المتنصح المتظاهر بالغيرة. ثامنا، عدل صلاح الدين. فلما كان في أحد الأيام خرج السلطان على سبيل التطلع خارج بلده، فتلقى منهم جماعة قد لفظتهم الصحراء المتصلة بطرابلس، وقد كادوا يهلكون عطشا وجوعا، فسألهم عن وجهتهم واستطلع ما لديهم، فأعلموه أنهم قاصدون إلى بيت الله الحرام، وأنهم ركبوا البر وكابدوا مشقة الصحراء. فقال: لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا هذه المجاهل صاروا فيها على غير معرفة، وكابدوا من الشقاء ما كابدوا، وبيد كل واحد منهم زنته ذهبا وفضة، لوجب أن يساعدوا ولا يقطعوا عن العادة التي أجريناها وقفناها عليهم. فالعجب ممن يسعى على مثل هؤلاء ويروم التقرب إلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه لله عز وجل خالصا لوجهه. ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل لا تحصى كثرة. تاسعا، مساجد الإسكندرية. ومن الغريب أيضا في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار في جميع أحوالهم، وهو أكثر بلاد الله مساجد، حتى لا يكون منها الأربعة والخمسة في موضع، وربما كان لها أئمة مرتبون من قبل السلطان.
فمنهم من له 5 دنانير مصرية في الشهر، ومنهم من له فوق ذلك، ومنهم من له دونه. 10. مدينة ضمنهور. ثم كان الانفصال عن الإسكندرية على بركة الله وحسن عونه صبيحة يوم الأحد 2 ذي الحجة، فكانت مرحلتنا منه إلى موضع يعرف بدمنهور، وهو بلد مصور في بسيط من الأرض، أفيح فسيح رحب، وهذا البسيط متصل من الإسكندرية إلى مصر، والبسيط كله محرث أي مزروع، يعمه النيل بفيضه، والقرى فيه يمينا وشمالا لا تحصى كثرة. 11. مدينة طنطا. ثم أجزنا النيل في مركب للتعدية، واتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمة، فكان مبيتنا بها، وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق. ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء، وهو يوم عيد النحر من 78 و500، فشاهدنا الصلاة بموضع يعرف بطندتا، وهي من القرى الفسيحة الآهلة. 12. مدينة القاهرة. واتصل سيرنا إلى موضع يعرف بسبك، وكان مبيتنا بها، وجسزنا ذلك اليوم على موضع حسن يعرف بمليج، والعمارة متصلة والقرى منتظمة في طريقنا كلها. ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده، فمن أحسن بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب على 6 أميال من القاهرة، فيه الأسواق الجميلة ومسجد كبير. ثم منها إلى القاهرة، وهي مدينة السلطان الحفيلة المتسعة، ثم منها إلى مصر المحروسة. ثم اجتزنا القسم الثاني من النيل في مركب تعدية أيضا، وكان نزولنا في مصر بفندق أبي الثناء في زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو بن العاص. 13. المسجد الحسيني. ومن الآثار التي شهدناها بمدينة القاهرة ذلك المشهد العظيم، حيث رأس الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو في تابوت فضة مدفون تحت الأرض، قد بني عليه بنيان رائع يقصر الوصف عنه ولا يحيط الإدراك به، مجلل بأنواع الديباج، محفوف بأنثار العمد الكبار، شمعا أبيضا ومنه ما دون ذلك، فقد وضع أكثرها في أطوار، أعني أواني صغيرة، وكل طور من تلك الأطوار من الفضة الخالصة والمذهبة، وعلقت عليه قناديل من فضة، وحف أعلاه كله بأمثال تفافيح، وكل تفاحة من تلك التفافيح مصنوعة من الذهب الخالص في مصنع رائع المنظر شبيه الروضة، يقيد الأبصار فلا تستطيع أن تتحول عنه لحسنه. وفيه من أنواع الرخام المجزع الملون الغريب الصنعة البديع الترصيع ما لا يتخيله المتخيلون. والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنق والغرابة، حيطانه كلها من مثل ذلك الرخام المجزع الذي وصفناه، ورأينا الأسطار البديعة الصنعة من الديباج معلقة تروع الناظر إليها في كل مكان. 14. مشاهد أهل البيت. وفي تلك الليلة بتنا في الجبانة المعروفة بالقرافة، وهي أيضا إحدى عجائب الدنيا لما تحتويه من مشاهد الأنبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء. 15. المشهد الشافعي. وفيها مشهد الإمام الشافعي، وهو من المشاهد العظيمة احتفالا واتساعا، وقد بنى السلطان بإزائه مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها، ولا أوسع مساحة ولا أحفل بناء، يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته، بزيها الحمام إلى غير ذلك من مرافقها، والبناء فيها حتى الساعة والنفقة عليها لا تحصى. 16. مأوى الغرباء. ومن العجيب أن تلك القرافة كلها مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوي إليها الغرباء والعلماء والصلحاء والفقراء،
وإنما ينفق على كل موضع منها من قبل السلطان في كل شهر، والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك. وحقق عندنا أن الإنفاق على ذلك كله نيف على 2000 دينار مصري في الشهر. وذكر لنا أن لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائدة نحو 30 دينارا مصريا في كل يوم، تتفرق في مصالحه ومرتبات قوامته وسدنته أي خدامه وأئمته والقراء فيه. 17 خطيب المسجد. وفي بعض الجوامع رأينا الخطيب يجمع في خطبته الدعاء للصحابة وللتابعين ومن سواهم ولأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولعميه الكريمين حمزة والعباس رضي الله عنهما، ويلطف الوعظ ويرقق التذكير حتى تخشع القلوب القاسية وتتفجر العيون الجامدة. ويأتي للخطبة لابسا السواد على رسم الدولة العباسية، وصفة لباسه بردة سوداء عليها طيلسان أسود وهو الذي يسمى بالمغرب الإحرام، وعمامة سوداء متقلدا سيفا، وعند صعوده المنبر يضرب بنعل سيفه المنبر في أول ارتقائه ضربة يسمع بها الحاضرين كأنها إيذان بالإنصات، وفي توسطه أخرى، وفي انتهاء صعوده ثالثة، ثم يسلم على الحاضرين يمينا وشمالا ويخف بين رايتين سوداوين فيهما تجزيع بياض قد ركزتا في أعلى المنبر. ودعاؤه في هذا التاريخ للإمام العباسي أبي العباس أحمد الناصر لدين الله، ثم لمحيي دولته أبي المظفر يوسف ابن أيوب صلاح الدين، ثم لأخيه ولي عهده أبي بكر سيف الدين. 18 حصن القلعة. وشاهدنا أيضا بنيان القلعة، وهو حصن يتصل بالقاهرة، حصين المنعة، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ويمد صوره حتى ينتظم المدينتين مصر المحروسة والقاهرة. والمسخرون في هذا البنيان هم الأسارى من الروم، وعددهم لا يحصى كثرة، ولا سبيل أن يمتهن ذلك البنيان أحد سواهم. وهؤلاء الأسرى هم المتولون لجميع امتهانه ومؤونته العظيمة، كنشر الرخام ونحت الصخور العظام وحفر الخندق المحدق بصور ذلك الحصن، وهو خندق ينقر بالمعاول نقرا في الصخور، ولا يزال عجبا من العجائب الباقية الآثار. وللسلطان أيضا بمواضع أخر بنيان، وهؤلاء الأسرى من الروم الذين أسلفنا ذكرهم يخدمون فيه. 19 المارستان. ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة، وهو قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا، أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا، وعين قيما من أهل المعرفة، وضع لديه خزائن العقاقير، ومكنه من استعمال الأدوية والأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها. ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجعا كاملة الكساء، وبين يدي ذلك القيم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية، فيقابلون من الأغذية والأشربة ما يليق بهم. وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ولهن من يكفلهن. 20 محابس المجانين. ويتصل بهذين الموضعين موضع آخر متسع الفناء، فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت محابس للمجانين، ولهم أيضا من يتفقد في كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها. والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال، ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد. وبمصر مارستان مستشفى آخر على مثل ذلك الرسم بعينه. 21 في مسجد ابن طولون. وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون، وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة
الواسعة البنيان، جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويجتمعون فيه، وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر. ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إليهم ولم يجعل يدا لأحد عليهم، فقدموا من أنفسهم حاكما يمتثلون أمره ويتحاكمون في طواري أمورهم عنده، واستصحبوا الدعة والعافية وتفرغوا لعبادة ربهم، ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الخير الذي هم بسبيله. 22. الفقراء واليتامى. وما منها جامع من الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا روضة من الروضات المبنية على القبور ولا محرس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوي إليها ويلزم السكن فيها. تهون على السلطان في ذلك نفقات بيوت الأموال، ومن مآثره الكريمة المعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافة أنه أمر بعمارة محاضر ألزمها معلمين لكتاب الله عز وجل يعلمون أبناء الفقراء والأيتام خاصة، وتجري عليهم الجراية الكافية لهم. 23. قناطر صلاح الدين. ومن مفاخر هذا السلطان وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين القناطر التي شرع في بنائها بغربي مصر، وعلى مقدار 7 أميال، منها رصيف ابتدأ به من حيز النيل بإزاء مصر كأنه جبل ممدود على الأرض تسير به مقدار 6 أميال حتى يتصل بتلك القنطرة، وهي نحو 40 قوسا من أكبر ما يكون من قسي القناطر. والقنطرة متصلة بالصحراء التي تفضي منها إلى الإسكندرية. له في ذلك تدبير عجيب حازم من تدابير الملوك الحزمة، إعدادا لحادثة تطرأ من عدو يدهم جهة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانغمار الأرض به وامتناع سلوك العساكر بسببه، فأعد ذلك مسلكا في كل وقت إن احتيج إلى ذلك. والله يدفع عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحظور. 24. أهرام مصر. وبمقربة من هذه القنطرة المحدثة ترى الأهرام القديمة المعجزة البناء الغريبة المنظر المربعة الشكل كأنها القباب المضروبة قد قامت في جو السماء، ولا سيما الاثنان منها فإنهما يغص الجو بهما سموا في ساعة الواحد منها من أحد أركانه إلى الركن الثاني 300 خطوة و66 خطوة، قد أقيمت من الصخور العظام المنحوتة وركبت تركيبا هائلا بديع الإلصاق دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها، وهي محددة الأطراف في رأي العين، وربما أمكن الصعود إليها على خطر ومشقة فتلقى أطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحاب. لو رام أهل الأرض نقب بنائها لأعجزهم ذلك. ولأحد الكبيرين منها باب يصعر إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد، ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحو 50 شبرا وطوله نحو ذلك. وفي جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة يقال إنها قبر، ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الثاني 140 خطوة، ودون هذا الصغير 5 صغار 3 متصلة والاثنان على مقربة منها متصلا. 25. أبو الهول. وعلى مقربة من هذه الأهرام صورة غريبة من حجر قد قامت على صفة آدمي هائل المنظر، وهو قريب من الأهرام وظهره إلى القبلة مهبط النيل، وهي تعرف بأبو الهول. 26. مدينة الجيزة. وعلى شط النيل مما يلي غربي مصر والنيل معترض بينهما قرية كبيرة حفلة البنيان تعرف بالجيزة، لها كل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة يجتمع إليها، ويعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي مشرفة، وهي مجمع له والنزهة، وبينها وبين مصر خليج من النيل،
يذهب بطولها نحو الميل ولها مخرج منه. 27 المقياس. وبهذه الجزيرة مسجد جامع يخطب فيه، ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه قدر زيادة النيل عند فيضه كل سنة، واستشعار ابتدائه في شهر يونيو، ومعظم انتهائه أغشت أي أغسطس، وآخره أول شهر أكتوبر. وهذا المقياس عمود رخام أبيض مثمن في موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه، وهو مفصل على 22 ذراعا مقسمة على 24 قسمة تعرف بالأصابع. فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوفي الماء 19 ذراعا فهي الغاية عندهم في طيب العام، والمتوسط عندهم ما استوفى 17 ذراعا وهو الأحسن عندهم من تلك الزيادة، والذي يستحق به السلطان خراجه من بلاد مصر 16 ذراعا فصاعدا، وعليها يعطى البشارة الذي يراعي الزيادة في كل يوم ويعلم بها مياومة حتى تستوفي الغاية. وإن قصر عن 16 ذراعا فلا جباية للسلطان في ذلك العام ولا خراج. ومن مفاخر هذا السلطان أنه سهل السبيل للحجاج بعد أن كادت تنقطع، وكفى الله المؤمنين على إليه هذا السلطان العادل حادثا عظيما وخطبا أليما، فاستحق بذلك الشكر من كل من يعتقد أن حج البيت الحرام أحد القواعد الخمس من الإسلام، واستوجب الدعاء له في كل سقع من الأصقاع وبقعة من البقاع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 28 المكوس والضرائب. وكان في البلاد المصرية وسواها مكوس وضرائب على كل ما يباع ويشترى مما دق عجل، حتى كان المكس يؤدى على شرب ماء النيل فضلا عما سواه. فمحى هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها، وبسط العدل وأمن السبل، فاطمأن الناس في بلاده وزاولوا أعمالهم في سواد الليل كما يزاولونها في ضوء النهار، ولم يستشعروا لظلام الليل هيبة تثنيهم عن ذلك كما شاهدنا أحوالهم في مصر والإسكندرية. عنوان الفصل الثالث من القاهرة إلى عيذاب. 1 مواطن الأنبياء. وفي صبيحة اليوم السادس من شهر المحرم كان انفصالنا عن القاهرة وصعودنا في النيل قاصدين إلى قوس، وقد رأينا القرى متصلة على شط النيل، فمنها قرية في الضفة الشرقية من النيل مباشرة للصاعد فيه، ويذكر أن فيها كان مولد النبي موسى الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها ألقت أمه في اليم وهو النيل. وعاينا أيضا بربي النيل ميامنا لنا يوم إقلاعنا، وفي اليوم الذي وليه المدينة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق، وبها موضع السجن الذي كان فيه، وتنقل أحجاره إلى القلعة المبتناة الآن على القاهرة، وهو حصن حصين المنع. وكان بهذه المدينة الطعام الذي اختزنه بها يوسف صلى الله عليه وسلم. 2 منية بن الخصيب. ومنها الموضع المذكور بمنية بن الخصيب، وهو بلد على شط النيل ميامنا للصاعد فيه كبير، فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن. اجهزنا عليه في اليوم الثامن لإقلاعنا من مصر، لأن الريح سكنت عنا فتربصنا في الطريق. ولو ذهبنا إلى رسم كل موضع يعترضنا في شطي النيل يمينا وشمالا لضاقت الكتب عنه، لكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر. 3 إلى أسيوط. ومررنا بمدينة قديمة كان لها سور عتيق هدمه صلاح الدين، وجعل على كل مركب منحدر في النيل وظيفة من حمل صخره إلى القاهرة فنقل بأسره إليها. ومن المواضع التي اجتزناها إلى الصعيد موضع يعرف بمنفلوط بمقربة من الشط الغربي ميامنا للصاعد في النيل، فيه الأسواق وسائر ما يحتاج إليه من المرافق في نهاية من الطيب. وقمح هذا البلد يجلب إلى مصر لطيبه ورزانة حبته أي ثقلها،
وقد اشتهر عندهم بذلك، فالتجار يصعدون في المراكب لاستجلابه. ومنها مدينة أسيوط، وهي من مدن الصعيد الشهيرة، بينها وبين الشط الغربي من النيل مقدار 3 أميال، وهي جميلة المنظر، حولها بساتين النخل وصورها عتيقة. رابعا هيكل إخميم، ومنها موضع يعرف بأبي تيج، وهو بلد فيه الأسواق وسائر مرافق المدن، وهو في الشط الغربي من النيل. ورأينا مدينة إخميم، وهي أيضا من مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشرقي النيل وعلى شطه. وهذه المدينة قديمة الإنشاء، عتيقة الوضع، وبها آثار ومصانع من بنيان القدماء وكنائس يعمرها الآن بعض نصارى القبط. ومن أعجب الهياكل المتحدث بغرائبها في الدنيا هيكل عظيم في شرقية تلك المدينة، وتحت صورها طوله 100 ذراع وعشرون ذراعا، وسعته 160 ذراعا، وهو يعرف عند أهل هذه الجهة باسم البربا، وهذا الاسم يطلقونه على الآثار القديمة التي تماثله. وهذا الهيكل العظيم قام على 40 سارية حاشا حيطانه، دور كل سارية عمود منها 50 شبرا، وبين كل سارية وسارية 30 شبرا. رؤوسها في نهاية من العظم والإتقان، قد نحتت نحتا غريبا، وجاءت بديعة الشكل مركنة متينة البناء، كأن الخراطين تناولوها، وهي كلها مزخرفة بأنواع الأصبغة اللازوردية وسواها، والسواري كلها منقوشة من أسفلها إلى أعلاها، وقد انتصب على رأس كل سارية منها إلى رأس صاحبتها التي تليها لوح عظيم من الحجر المنحوت. وسقف هذا الهيكل كله من ألواح الحجارة المنتظمة ببديع الإلصاق، فجاءت كأنها فرش واحد، وقد انتظمت جميعه التصاوير البديعة والأصبغة الغريبة، حتى لا يخيل للناظر فيها أنها سقف من الخشب المنقوش. والتصاوير على أنواع في كل بلاطة من بلاطاته، فمنها ما قد جللته طيور بصور رائقة باسطة أجنحتها توهم الناظر إليها أنها تهم بالطيران، ومنها ما قد جللته تصاوير آدمية رائقة المنظر رائعة الشكل، قد وعدت لكل صورة منها هيئة هي عليها، كإمساك تمثال بيدها أو سلاح أو طائر أو كأس أو إشارة شخص إلى آخر بيده أو غير ذلك مما يطول الوصف له ولا تتأتى العبارة لاستيفائه. وداخل هذا الهيكل العظيم وخارجه وأعلاه وأسفله تصاوير كلها مختلفات الأشكال والصفة، منها تصاوير هائلة المنظر خارجة عن صور الآدميين، يستشعر الناظر إليها رعبا ويتملأ منها عبرة وتعجبا، ولست ترى فيه مغرز إشفاء، والإشفاء المثقب الذي يخرز به الجلد، ولا تجد مغرز إبرة إلا وجدت فيها صورة أو نقشة أو كتابة لا تفهم كأنها الخط المسند، وهو خط يمني قديم. وقد عم هذا الهيكل العظيم الشأن كله هذا النقش البديع، ويتأتى في صم الحجارة من ذلك ما لا يتأتى من الرخ من الخشب، فيحسب الناظر استعظاما له أن الزمان لو شغل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عنه. وعلى أعلى هذا الهيكل سطح مفروش بألواح الحجارة العظيمة على الصفة المذكورة، وهو في نهاية الارتفاع، فيحار الوهم فيها ويضل العقل حين يتمثل الجهود التي بذلت في رفع هذه الصخور الهائلة إلى أعلى ذلك الهيكل. وداخل هذا الهيكل من المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد والمعارج والمسارب والموالج ما تضل فيه الجماعة من الناس، ولا يهتدي بعضهم لبعض إلا بالنداء العالي. وعرض حائطه 18 شبرا، وهو كله من حجارة مرصوصة على الصفة التي ذكرناها، فشأن هذا الهيكل عظيم، ومرآه من عجائب الدنيا التي لا يبلغها الوصف. خامسا أعوان الزكاة، وفي بلاد هذا الصعيد التي تعترض طريق الحجاج والمسافرين كإخميم وقوص ومنية بن الخصيب،
كثير من الأذى والمضايقات التي يلحقها المكاسون بهم متعللين بالرغبة في تحصيل الزكاة، فهم كأصحابهم الذين استقبلونا في ميناء الإسكندرية يدخلون أيديهم في أوساط التجار فحصا عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دنانير دون أن يراعوا ما يستوجب الزكاة، وربما ألزموهم الأيمان على ما بأيديهم وهل عندهم غير ذلك، ويحضرون كتاب الله العزيز يقع اليمين عليه، فيقف الحجاج بين أيدي هؤلاء المتناولين للزكاة مواقف خزي ومهانة تذكرهم أيام المكوس. سادسا، جور المكاسين. وهذا أمر لا شك في أن صلاح الدين لا يعرفه، ولو عرفه لأمر بقطعه وإزالته كما أمر بقطع ما هو أعظم منه، ولجاهد أصحاب هذا الجور المتناولين للزكاة، فإن جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من التعسف والجور وعسير الإرهاق وسوء المعاملة مع غرباء قد انقطعوا إلى الله وخرجوا مهاجرين إلى حرمه الأمين. ولو شاء الله لكانت هذه المناسبة فرصة لتحصيل الزكاة ومندوحة لاقتضائها على أجمل الوجوه من ذوي البضائع في التجارات متى حال عليها الحول واستوجبت الزكاة. أما اعتراض الغرباء المنقطعين ممن تجب الزكاة له لا عليه فأمر لا يرضاه ذلك السلطان العادل الذي قد شمل البلاد عدله وصار في الآفاق ذكره. سابعا، شياطين الإنس. ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك خروج طائفة من المردة أعوان الزكاة، وقد رأينا في يد كل مارد منهم مسلة من المسال الطوال، فيصعدون إلى المراكب استكشافا لما فيها، فلا يتركون غرارة ولا عكما أي زكيبة إلا تخللوه وخرقوه بتلك المسلات المؤذية مخافة أن يكون في تلك الغرارة أو العكم اللذين لا يحتويان غير الزاد شيء غيب عليه من بضاعة أو مال. وقد نهى الله عن التجسس، فكيف عن كشف ما يريد صاحبه أن يستره ولا يحب أن يطلع عليه أحدا لحقارته أو نفاسته من غير أن يبخل بواجب يلزمه. والله الآخذ على أيدي هؤلاء الظلمة بيد هذا السلطان العادل وتوفيقه إن شاء الله. ثامنا، طائفة من مدن الصعيد. ومن المواضع التي اجتزنا عليها بعد إخميم موضع منشات السودان على الشط الغربي من النيل، وهي قرية معمورة ويقال إنها كانت في القدم مدينة كبيرة، وقد قام أمام هذه القرية بينها وبين النيل رصيف عال من الحجارة كأنه السور يضرب فيه النيل ولا يعلوه عند فيضه ومده، فالقرية بسببه في أمن من أمواج النيل ومياهه. ومنها موضع يسمى البلينة، وهي قرية حسنة كثيرة النخل بالشط الغربي من النيل، بينها وبين قوس أربعة برد. ومنها موضع يسمى دشنة بالشط الشرقي من النيل، بينها وبين قوس بريدان، والبريد 12 ميلا. ومنها موضع بغربي النيل وعلى مقربة من شطه يسمى دندرة، وهي مدينة من مدن الصعيد كثيرة النخل مستحسنة المنظر مشتهرة بطيب الرطب، بينها وبين قوس بريد. وذكر لنا أن فيها هيكلا عظيما وهو معروف عند أهل هذه الجهات بالبربة حسبما ذكرنا عند ذكر إخميم وهيكلها، ويقال إن هيكل دندرة أحفل منه وأعظم. ومنها مدينة قنا، وهي من مدن الصعيد بيضاء أنيقة المنظر ذات مبان حفيلة. ومنها قفط، وهي مدينة بشرقي النيل وعلى مقدار 3 أميال من شطه، وهي من المدن المذكورة في الصعيد حسنا ونظافة بنيان وإتقان وضع. ثم كان الوصول إلى قوس يوم الخميس 24 لمحرم، فكان مقامنا في النيل 18 يوما، ودخلنا مدينة قوس في 19. وهذه المدينة حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة، لأنها مخطر أي ممر للجميع.
ومحط للرحال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم، ومنها يسافرون مفوزين أي قاطعين المفازة بصحراء عذاب، وإليها انقلابهم حين يرجعون من الحج، وكان نزولنا فيها بفندق ينسب لابن العجمي.